أم هلأ وصلنا لآخر فقرات صباحنا لليوم يا فرح، واليوم ضغوط نفسية بحاجة ل دائما حدث ولا حرج. اليوم دائما بيقولوا لنا إنه الرياضة هي متنفس، لأنه إن كان بالأيروبيك إن كان بالزومبا، ولكن اليوم في عشاق لليوغا. نحن بنعرف قديش فوائدها جدا مهمة، وخاصة على الحالة النفسية. نخلص هلأ ونطلع بنعمل يوغا. التأمل والهدوء اليوم كتير مطلوب. شو هي الخطوط العريضة اليوم لحتى نحن نعمل رياضة يوغا بطريقة صح؟ شو هي فوائدها؟ شو هي الأعمار يمكن يلي بتقدر تمارس هي الرياضة؟ هل هي مناسبة لجميع الأعمار ولجميع الحالات الصحية؟ تفاصيل كتير رح نتعرف عليها من خلال الكوتش ريام. يسعد لي صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير كوتش. هاي نمستي. اهلا وسهلا بحضرتك. دائما بنضوي على موضوع اليوغا لانه هو صار يعني له محبينه، له ناس، وبتلاقي اليوم في فئات كثير بيروحوا باعمار مختلفه. خلينا بدايه نعرف باليوغا وانواعها. تمام. هلا اليوغا هلا هي كلفظ يوغ جاي، يعني يوغا ككلمه جاي من جذر اسمه يوغ. اليوغ هو الاتحاد باللغه السنسكريتيه. طبعا هلا اتحاد شو؟ اتحاد الوعي الفردي مع الوعي الكوني. هلا هي كتعريف فلسفي. هلا اذا بدنا نجي كتعريف فيزيائي، خليني اقول اقرب للناس اذا بدي اوصله، هي عباره عن تمارين، او خليني اقول نظام روحي، بس معتمد على تمارين. هالتمارين معتمده على علم دقيق، هدفها او بتركز على اتحاد العقل والجسد والفكر والروح. هلا لا كل هدول الاشياء لنوصل لصحه جسديه ونفسيه وحياه سليمه معافاه سعيده. هلا تمارين اليوغا بتختلف عن تمارين اليوغا العاديه بهدوءها، بمرافقتها مع التنفس عميق. طبعا تنفس بنقول له نحن بطني او فل. هلا لما نقول بطني هو معناته عميق اعمق، يعني انا لحتى اعبي الرئتين بالهواء بدي هلا عندنا ثلاث خلينا اجزاء للرئتين، اخر جزء هو بده ليوصل له الهواء اللي هو فيه اكثر عدد كميه من الحويصلات الرئويه اللي بصير فيها التبادل الغازي، الاكسجين ثاني اكسيد الكربون. فانا لوصل لهالمنطقه اللي هي تنعش جسمي اكثر من الجزء العلوي والوسط من الرئتين، انا لازم يكون تنفسي بطني عميق، يعني بدي اضغط الحجاب الحاجز للاسفل، البطن للخارج، مع الزفير البطن للداخل. اذا هذا التنفس عميق هو بده يرافق التمارين، وبده ترافق التمارين كمان حاله وعي، انا كيف قديه واعيه، قديه عم بتواصل مع جسمي من خلال هالتقنيات او التمارين اللي عم بعملها، وحتى فعل طاقة هالتمرين استفيد منه بشكل أكثر وأعمق. هلا نحن متعودين أو من المتعارف عليه إنه الرياضة بيرافقها نشاط بدني، بيرافقها حركة، بيرافقها إنه نحن قد ما عرقنا أكثر يمكن حرقناها أكثر. اليوم اليوغا شو خصوصية هي الرياضة؟ خاصة هي قائمة على الهدوء، قائمة على التأمل، يعني الجو العام بتحسيه هو جو مختلف عن أنواع الرياضات الأخرى. هلا هي بتختلف عن باقي الرياضات مثل ما قلتي بالجو. بالهدوء، لانه التمارين ما يعني ما فيك تنفذيها بشكل سريع. هلا في انواع هلا جديد طالعه انه عم بتنفذ بسرعه اكثر شوي، بس نحن اذا بدك تعملي كاجواء يوغا وتوصلي فيها لحاله السكون، الهدوء، السلام، التفريغ اللي عم بحسه كل حدا عم بيمارس اليوغا عم بحس انه فضي او خف، صار اخف او ارتاح. فهي الحالة بدها تكون مترافقة مع هدوء أكثر بالحركة، لأنه كل حركة أو كل موفمنت بالجسم عم ترافقها حركة بالعقل. فأنتِ نحن الهدف من تهدئة الجسد هو تهدئة العقل. بس هدي العقل هديت الأفكار، بس هديت الأفكار أنا بحالة هدوء، حالة سلام، حالة وعي أعمق. فأنا هون بقى بتبلش سيطرتي على الانفعالات، بتبلش انه انا تفكيري اعمق، وحتى الحلول اذا عندي مشكله بدي حلها انا بدي اكون اهدأ لاقدر الاقي الحلول بشكل اكثر اعمق اوضح، يعني بيصفى الدماغ. فاذا الحركه الهادئه مع نفس عميق مع حاله وعي، كل هي بتميز تمارين اليوغا.
طيب اليوم كوتش، في اشخاص بحبوا انهم يدخلوا بهذا العالم، مثل ما قلت اليوم هي صارت حاجه وناس عم تلجا لها كرمال كثير قصص بحياتهم. هل اليوم في اشخاص هنن ممنوعين من هي الرياضه، عندهم امراض صحيه، عندهم امراض عصبيه متعلقه ان كان بالفقرات ان كان بالعمود الفقري؟ هلا حقيقه طبعا انت اي قبل ما تعملي اي رياضه لازم تستشيري طبيب. نعم. بس اليوغا هي للأمراض المزمنة، لأمراض القلب، الشرايين، السكري، الأمراض المستعصية اللي منشأة نفسي أكثر. فبالعكس يعني هو ما فيني أقول إنه حدا ما بيقدر يعملها. هلأ في تمارين مخصصة لحالات معينة هي بتكون مثل العلاجية أو بتكون ما فيني أقول يعني اصلا هي بتقوي المناعة، بتدعم الجسد. مين اليوم هدول الحالات؟ حالات انه ما لازم يعملها؟ لا، انه عندهم تمارين خاصة. اي حدا امراض الشرايين مثلا، عندك وضعيات الانحناء للامام، سجود. لا مو انحناء، يعني ضخ الدم على الراس، هي ممكن تعمل له دوخة، ممكن تعمل له شوية زيادة ضخ على الشرايين. بعض تمارين التقنيات التنفس اللي فيها ضخ كثير للطاقة او للنفس، كمان ممكن اللي عنده امراض بالشرايين ما لازم يعملها. او نحن بنقول يعملها بحذر، لانه انا كل تقنيه وكل تمرين باليوغا فيني اعطيه تعديل لحتى يصير مناسب لكل حاله. فمشان هيك انا بقول لك انه ما يعني هي للجميع، فيه اي حدا يعملها، بس بده يكون معه مختص، بده يكون معه مختص ليعرف كيف يوجهه لحتى يعملها بشكل سليم. اليوم كثير من الاشخاص مثل ما عم نقول بهي الظروف الصعبه يمكن بيلجؤوا لليوغا، قد ايه هي لها تاثير كثير كبير بتحرير الشخص يمكن من الحالات النفسيه المستعصية الصعبة، وبعض الأحيان بيكون عنده اكتئاب. كيف نتدرج نحن باليوغا لحتى فعلا يكون علاج؟ انتبهي رشا، هي اليوغا ما دخل اليوغا، بدي يوغا معناتها. تمام، كيف فينا نحن نتدرج باليوغا من يمكن المبادئ البسيطة للمتمرس، تصير نحن فعلا متمرسين فيها، نتخلص من الاكتئاب، من الحالة النفسية السيئة؟ تمام. هلا مهمها حقيقه هالسؤال، لانه اليوغا هي اغلب العالم ممكن تفكرها مجرد تمارين جسديه، او في عالم تفكرها صفن او تامل مثلا، فهن الحالتين مو مزبوطين. اليوغا هي نظام حياتي متكامل. هلا الحكيم باتنجلي حط هل اصلا كان ممارسه من قديم يعني الاف السنين، بس امتى انشهرت او صارت اوضح او اقرب لمتناول العامة؟ لما تنسقت، لما انحطت ضمن منهاج. فالحكيم باتنجلي حط ضمن منهاج هن عبارة عن 8 خطوات. أولا الياما، النياما، هدول عبارة عن مبادئ أخلاقية وسلوكية. إذا أنا كوني هي صارت جزء من حياتي اليومية أو نظام حياتي، فأنا بدي بلشها من اللا عنف، هي أول مبدأ من مبادئ اليوغا، بالياما، الصدق، عدم السرقة. تمام، كل هي المبادئ الأخلاقية اللي أنا بدي أتعامل فيها مع حالي ومع الآخرين، كيف طريقة تعاملي، هي بداية، خطوات بداية. هلأ نحن حقيقة اللي عم يجي على اليوغا بالمتعارف عليه بالنوادي هي التمارين الجسدية اللي عم تنعمل، حتى في تمارين تنفس مو كل المدربين عم يعطوها. فإذا هون مهم أنا انتبه لهالنقطة، أنه مو على طول عم تنعطى صح، فممكن تكون ما عم توصل صح. فأنا إذا ضليتني عم بعمل فترة منيحة يوغا وأنا ما عم بحس بتغيير، معناته في حلقة مفقودة، في حلقة مفقودة. فهي لازم تكون نظام متكامل. أول شيء أنا من كيف بعيش بحياتي اليومية، كيف بتعامل مع الآخرين، كيف بتعامل مع ذاتي. التنظيف كتير مهم على مستوى الفكر، على مستوى الجسد. هي كمان من المبادئ الأساسية. فأنا هدول المبادئ، بعدين بيجي بعدهم الأسانز اللي هي تمارين اللي عم نعملها الجسدية. هلأ تمارين الأسنة كمان هي مو مجرد تمارين، لأنه هي عم تفعل طاقات بالداخل، هي عم تفتح مسالك ومسارات طاقة. تمام، فأنا بهالتمارين تبع الأسنة من خلال الوعي مثل ما حكينا، من خلال تقنيات التنفس مثل ما حكينا، أو التنفس أثناء التمرين،
انا عم بنتقل من حاله لحاله، فعم بحس بالتغيير مع الوقت، انا بحس بالتغيير. فنحن هون بالمراكز عم نبلش بالاسانس حقيقه بالتمارين، بس التمارين لانه هي عم تفتح مسالك طاقه، عم تحس الشخص بحياته العاديه عم يتغير شيء بطريقه تفكيره، شيء بحاله وعيه، شيء بوعيه لذاته لداخله، لانه انا من خلال التمارين عم بتواصل مع حالي اكثر، طبعا النفس عم يسحبني للداخل، فانا كلها هي حاله وعي. فاذا التغييرات بتبلش من خلال التمارين ومن الحياة اليومية والتنفسات العميقة اللي هي مثل ما حكيت بالبداية، انت لما عم تنفسي بعمق حتى عم تأثري على الدماغ، لما تأثري على الدماغ او تهدئي الدماغ انت صرتي قادرة اكثر تستوعبي اللي حواليك، تسيطري اكثر على انفعالاتك، وبنفس الوقت تاخذي القرارات الصح. طيب اليوم كوتش كرمال انا اخذ كل شيء ايجابي ذكرتي حضرتك، هل اليوم كونه نحن عم نحكي عن مرحلة تأمل صفاء للذهن للجسد للروح، هل اليوم الوقت يعني انا ايمت ممكن اشتغل على حالي يوغا مهم او لا، هي ايمت ما بدي او بشكل عام؟ هلا طبعا يفضل هلا اول شيء نحن قلنا هي نظام متكامل او نظام حياتي، فانا بدي بلش من اول ما في يعني اول ما في هي شو بدي اعمل في يعني جزء منها، اول ما في جزء منها بالظهر، جزء منها المساء قبل ما انام، جزء منها اثناء التمارين اللي هي بعمله بالنوادي، ممكن فيني اعمله لحالي اذا حبيت. اذا اول ما في كيف عم بستقبل نهاري بالفكر الايجابي، كيف عم بتنفس، كيف عم بوعى على هالجسد، كيف عم بشكر على هالجسد اللي هو عطيه، على هالصحه. طبعا اذا كثير مهم انا حاله الوعي، حاله الامتنان، هي بداية نهاري بتلاقيها سحبت طريقة الفكر النفسية المرتاحة، حتى بتنعكس على تعاملي، بتنعكس على طريقة أكلي، لأنه كتير أحيانا أنا باكل بشكل مو صحي لأنه في انفعالات أو في هرمونات أو تمام، فأنا هون كلها هي عم تسحب بعض البعض لحتى أوصل لحياة سليمة متوازنة. تمام اكيد بدنا نشكرك كثير كوتش على اول شيء وجودك معنا، على كل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها، يا رب نهار حلو لك ولكل اللي عم بيتابعونا. شكرا لكم، شكرا كوتش ريام ولكل المعلومات اللي ذكرتيها، بقيت نهار حلو لك اكيد.